طبابة ألف ألف العيادة المسموعة. طبابة ألف. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 847700 موبايلي 640660 زين 746262. بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بكل الخير. صباح مميز للمستمعين المميزين اللي اليوم معايا بطبابة ألف وموضوعنا المميز أيضا. على مدى ساعة كاملة راح أتواصل معكم أنا أمينة العبد الله بالمواضيع الطبية الصحية الاجتماعية الأسرية وأيضا التربوية. أيضا بإمكانكم أنكم تسمعون حلقات طبابة ألف عبر اليوتيوب. كل اللي عليكم أنكم تشون على اليوتيوب تحطون طبابة ألف راح تسمعون كل الحلقات اللي صافتكم أو أيضا اللي تحبون أنكم تسمعونها مرة ثانية. طالما قلت إن مستمعين مميزين أكيد تستاهلون أيضا مواضيع مميزة. موضوعنا لليوم راح يكون عن علاج مرض السكر لكن بالطب البديل. وحول هذا الموضوع راح يكون ضيفي اليوم بالاستديو الدكتور محمد سعيد الحاصل على الدكتوراه في الطب البديل. صباحك الله بالخير دكتور محمد وحياك الله معايا من جديد بطبابة ألف. صباح الخير أخت أمينة. مرض السكر مرض العصر بنقول، العصر القديم والحديث ولا بس الحديث دكتور؟ لا والله مرض قديم جدا. قديم حيل يعني؟ يعني قبل حوالي 2100 سنة تقريبا تم ذكر السكر في كتاب الطب الصيني. حلو، عطنا نبذة تاريخية عنه دكتور محمد. والله السكر اكتشف في الصين والهند من قبل حوالي يمكن 3000 سنة أو 2700 سنة. الكتاب في كتاب شهير اسمه كتاب الملك لأمراض الطب الباطنة ذكر مرض اسمه شاو ك. شاو ك، شاو معناها نحافة، ك معناها عطش. شاو ك شاو ك صح شاو ك. فهذه نفسها أعراض مرض السكر اللي هي النحافة وأن الواحد يعطش. فذكر هذا الكتاب، هذا الكتاب صد تم كتابته قبل حوالي 2100 سنة. 2200 أو 100 سنة. حيل قديم هذا. طيب السكر بالطب البديل هل منظور آخر ولا أنتم بتعرفونه نفس المرض بتشوفونه عند طبعا الأطباء اللي متخصصين في الغدد الصماء وبالتحديد في السكر؟ تقريبا نفس التعريف. تمام، لكن بننظر له بالناحية الأنواع من ناحية أسبابه شيء آخر. نعم. طب تكلمنا عنها دكتور. خلينا أول نأخذ إيش أسباب السكر. يلا. طبعا أنا عملت بحث في السعودية عن مرض السكر. عملته قبل حوالي 3 سنوات. لقيت إن في أسباب لمرض السكر في السعودية. أسباب تغذية، يعني شخص بيأكل دهون كثير، بيأكل نشويات كثير، السمنة. أحد السمنة إحنا عندنا ما شاء الله تبارك الله مرتفعات عالية كثير. في حلقة راح تكون على السمنة إن شاء الله. هذه بسبب عدم ممارسة الرياضة، هذا السبب الثالث. السبب الرابع نفسية. يعني واحد بمشاكل نفسية. صحيح. أنا لي صديق جاء السكر أول ما عرف أن المصنع تبعه احترق من الزعل تقريبا. من الزعل محمد. أيوة. غالبا يكون في أسباب كثيرة في السكر، فيها أمراض عضوية للبنكرياس بتجيب السكر برضو. نعم. طيب أحب أيضا أسألك الحين، خلينا ندخل زي ما يقولون في الصميم حق الطب البديل. أنواع السكر في الطب البديل وكيف أنتم بتعالجونه؟ في دكتور في الصين سوى بحث عن أنواع السكر في الطب البديل، لقاها حوالي 35 نوع. لأن ال 35 نوع لها أعراض مختلفة، أسباب متنوعة، طرق علاجية وأعشاب برضو مختلفة. نعم. أنا عملت بحث قبل 3 سنوات في السعودية. نعم. لقيتها 4 أنواع رئيسية، طبعا في أنواع متفرعة منها بس الرئيسية هي عبارة عن 4 أنواع. حلو. أنا ما أقدر أقول عنها أنواع قد ما أقدر أقول عنها أنها مراحل. مراحل يعني حيختلف عن أنواع المراحل دكتور محمد؟ أنا حشرحها بطريقة معينة. المراحل كل مريض سكر بيمر بهذه المراحل.
هتلاقينا أول مثلا 4 سنوات النوع الأول، أول 5 إلى 7 إلى 10 سنوات النوع الثاني، النوع الثالث يبدأ من 10 سنوات إلى 15 سنة، النوع الرابع بيبدأ من بعد 15 سنة أو 20 سنة. يعني ما في زي ما تقولين بيختلف مرض السكر حسب الوقت. نعم، هذا بالنسبة لنظر الطب البديل. طبعا أنا هشرحها بالتفصيل في كالتالي. النوع الأول أو المرحلة الأولى حرارة داخلية في الجسم يحس فيه المريض هذا في أول ما يصاب بالسكر. أول ما يصاب بالسكر هتلاقينا الأعراض عطش شديد، هتلاقينا الأعراض جفاف الفم، كثرة التبول. وطبعا أول ما يقولون للواحد أنك مصاب بالسكر يجي قلق ويجيه توتر وما ينام وما ينام. هذه أعراض، هذه بداية الأعراض تبع السكر. نعم، هذا أول ما يقولون أنك أصبت بالسكر. تفضل. هذه تستمر تقريبا حدود 3 إلى 5 سنوات. هذه المرحلة الأولى. وطرق علاجها بتختلف عن المراحل الثانية والثالثة. طبعا طبعا هذه المرحلة الأولى. طب المرحلة الأولى كيف شلون بتعالجونها؟ فيه قبل ما أقول كيف نعالجها، في ناس بيقول لك استخدم زنجبيل، استخدم قرفة، استخدم قرنفل، استخدم أيه. طيب هذه مراحل ما تجي، أنا هشرحها في المرحلة الأولى. أيه. حيتم علاجها بأعشاب باردة، طبعا قلنا حرارة داخلية ضروري أعشاب باردة بتكون معها، فهنعالجها مثلا بالخيزران، الجاردينيا، في عشبة اسمها القبطيس، في عشبة اسمها الكودزفينا. طيب لو أخذنا العشاب هذه، الخيزران والكودزفينا، هذه بتروق الأعصاب، حلو، بتسوي ريلاكس، بتهديها. نعم، والاثنين دولة أصلا هم خاصين لإنقاص تركيز السكر في الدم. حلو، يعني الاثنين كويسين. نيجي للقبطيس والجاردينيا، هذه بتشيل حرارة الجسم، بتخفف العطش، بتخفف جفاف الفم. حلو، وبرضو لها تأثير ثاني أو فائدة ثانية، إنها بتنقص مستوى السكر في الدم. حلو، فهذه أعشاب باردة. طبعا ما ينفع هنا نقول قرفة، قرنفل، حلبة، زنجبيل، لا 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 ما يصلح. هذه المرحلة لا. النوع الثاني، هذا بالنسبة للنوع الأول. لو لاحظتي النوع الأول الوصفة تقريبا متكاملة، يعني حاجة لنا تعطينا ريلاكس. نعم، تمام، خفض درجة الحرارة زي ما قلت، وفي نفس الوقت خفف الحرارة الداخلية. حلو، يمكن ما نحس فيها بس ممكن تشوفينها على وجه المريض، وجهه أحمر، متوتر، ممكن يزعل بسرعة، هذه كلها من ضمن الأعراض تبع النوع الأول. النوع الثاني، نقص في سوائل الجسم المغذية، أو نقص يسمونها في الطب الصيني نقص في الين. الجسم هذا يبدأ عندما يصاب المريض بالسكر أكثر من 5 سنوات. يعني 5 سنوات إلى 10 سنوات يكون المريض مصاب بالسكر تبدأ هذه الأعراض عنده. هي نفس أعراض النوع الأول بالإضافة نفس إلى الأعراض. يعني أعرف أن عندي نقص السوائل من نفس الأعراض اللي انتقلت، بس لسه باقي شيء. لا تفضل. باقي أنواع معينة، باقي أعراض معينة. من ضمن الأعراض حرارة في راحة اليد وأسفل الرجلين. هذه دائما اشتكوا منها دكتور محمد، الحرارة اللي في أسفل القدم أو باطن القدم. هذه المشكلة أنها عرض موجود وما له علاج في الطب الحديث نهائي، الحرارة اللي تكون في باطن القدم. يعني لما نيجي حلل يقولوا له حلل الأملاح، حلل الكوليسترول. بالضبط هذا اللي قال. وفي النهاية لاكل الكوليسترول كويس والأملاح ما في مشكلة فيها، وبعد كذا نلقى في حرارة عالية في راحة القدمين. هذه طبعا علاجها ما يتم بالطب الحديث، ضروري الطب البديل في هذه الناحية. نعم، أنا أتذكر في مستمع اتصل علينا كان عندها هذه المشكلة، يعني أتمنى أن يكون سمعنا يا رب. طيب هذا بالنسبة للعرض الأول، طبعا زيادة على الأعراض في النوع الأول. العرض الثاني فيه أحمر الخدين. البنات يعني طوالي. طبعا هذه دلالة جمال عندنا، صح ولا لا؟ هي صحيح. إيه، لكني كدكتور أنا أقول هذه ما هي دلالة جمال، هذه دلالة مرض. يا أخوان أو يا أخوات، هذه دلالة مرض، وعادة تجي للبنات. نعم، عادة تجي للبنات، بتشوفينها حتى في بعض الرجال. هذه عبارة عن نقص في سوائل الجسم المغذية. نعم، طبعا ممكن نرى في أشياء ثانية، في تعرق في الليل، وقت النوم، فجأة وقت النوم تلاقينه
بيقوم الصباح يقول لك المخدة كلها مليانة عرق. هذه من الأشياء اللي فعلا حتى بسمع المستمعين بيشتكوا منها. وما في لها علاج. نعم. ما في لها علاج برضو ما لها علاج. نعم. هي كلها نقص سواء الجسم المغذية. نعم. طب الحرارة اللي أنت حضرتك بتقولها دكتور محمد بس في فترة الليل ولا ممكن في فترة ثانية؟ لا في فترة ثانية. في حرارة بتصير حرارة فترة عصرية. بتلاحظين وانت في العصرية تقريبا بعد الساعة 4 تقريبا مع الساعة 4 ونص بتلاقين في حرارة خفيفة في الجسم وما انت عارف أسبابها. ما يعني ما لها داعي انها تاخذين بنادول فيها لانها ما هي حرارة عالية. نعم. بس في حرارة مستغربة انت من ايش. صحيح. هذه من ضمن اعراض نقص سوائل الجسم المغذية. نعم. الأساسية المغذية للجسم. نعم. طبعا إذا ساءت الحالة حنخش في قلق، حنخش في توتر، حنخش في أرق، ممكن المريض ما عاد ينام كويس، ممكن توصل لأمراض ثانية. يعني بس هذه الأعراض مي بس مرض السكر، هتلاقينا في أمراض كثيرة. نعم. طب شلون حتعالجونها مثلا طبعا في المرحلة الثانية؟ هذه في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية في وصفة شهيرة جدا في الطب الصيني، يمكن من أكثر وصفات الطب الصيني اكتمالا. اسمها وصفة اليو وي دي وان وان. هذه ما في أمل أقولها. هذه ما راح تقولينها. اليو وايد المهم. أتذكر في النهاية وان. وان وان معناها حبوب. هذه حبوب تجي زي الحبوب. تمام. على فكرة كانت تنباع هنا في السعودية. الحين طبعا جسمه كانت تنباع وتجي عن طريق وزارة التجارة، الحين لا، الحين صار في ضروري اختبارات وكذا، فلسه ما بعد. نعم. تم التصريح لها. تتكون من عشبة الرحمانية. نعم. عشبة البوريا وبطاطا اليام. طبعا ممكن نضيف عليها الخيزران، ممكن نضيف عليها جذور التين، جدا ممتازة. حلو. جدا 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 ممتازة. هذه على فكرة وصفة أنا بستخدمها. أنت بتستخدمها؟ أنا بستخدمها. هل يغلونها ويشربونها دكتور يعني ولا يخلونها مثلا تتصفى؟ والله هي حبوب. حبوب. هي حبوب. جاهزة. تمام. جاهزة. هي تنطحن. تمام. في مصانع. طبعا في مصانع تبع أدوية. تنطحن وبيكون معها على عسل أو بتغلف بعسل وتعطى للمريض. نعم. وفي كبسولات تنباع، ممكن نحطنا في كبسولة ممكن نحطنا في كبسولة وتتاخذ لأنها أعشاب ما فيها أي مضار. نعم. تمام. نعم. طب ندخل على قبل ما يداهمنا الوقت، ندخل على النوع الثالث. النوع الثالث. أي. نقص في طاقة الجسم، في طاقة الجسم مع نقص في سوائل الجسم المغذية. في طاقة الجسم يعني هتلاقين المريض عنده جميع الأعراض اللي قلناها في الأول، هتلاقي ما عنده خمول، إحساس تعب شديد وإرهاق. وفي بعض المرضى بيكون ما عندهم شهية للأكل. في بعض المرضى بيكون عندهم إسهال أو إمساك. نعم. أو إمساك. في بعض المرضى عندهم يكون شحوب في الوجه. مشاكل في الهضم. هذه كلها هنلاقيها مع مريض السكر بعد حوالي يمكن 7 إلى 10 سنوات وأكثر. من 7 إلى 10 سنوات أو أكثر. إلى 15 سنة. نعم. حضرتك قلت. نعم. إلى 15 سنة. لو نلاحظ هنا تمام، ضروري نعطيه أعشاب مغذية بطل الطاقة. حلو. من أكثر الأعشاب المغذية للطاقة. حلو. اللي هو الجنسن الأبيض. نعم. طبعا أنا بذكر قصة بسيطة. أتفضل. في صديق لي تمام، من جاهل جال أبوه مرض السكر. فبداية المرض راح للدكتور في مستشفى خاص هنا في جدة. فأول ما أعطاه دواء السكر وأعطاه الجنسن. نعم. طبعا احنا قلنا هذا للمريض اللي صاب من 7 وفوق. صح. من 7 سنوات أو 10 سنوات وفوق. نعم. هذا أعطاه من أول ما جاء، طبعا أعطاه الجنسن أحمر، سواله زيادة في القلق وزيادة في التوتر بدل ما يكحلها عماها. فاحنا هنا برنامج مو توعوي بس للمرضى، حتى توعية لبعض الدكاترة. صحيح. أكيد. دون شك. فبعض الدكاترة طبعا ممكن نستخدم مع الجنسن الأبيض، ممكن نستخدم عشبة عرق السوس. حلو. مرة ممتازة، ممكن نشربها شرب عرق السوس. جدا ممتازة. في أعشاب ثانية مثلا البطاطا اليام، استراج جيلس، هذه جدا. حلو. ممتاز. طب ندخل على النوع الرابع والأخير. النوع الرابع والأخير، نقص في سوائل الجسم المغذية
مع نقص في حرارة الجسم الأساسية هتلاقي المريض. يعني بيفرق عن حرارة الجسم الأولى اللي قلتها لي قبل؟ هذه حرارة جسم، هذه حرارة داخلية. نعم. تطور 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 المرض إلين ما أصبح عندنا نقص في سوائل الجسم. طبعا الحرارة بخرت السوائل اللي في الجسم. صحيح. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أنه طاقة الجسم خلاص ما عاد فيه. المرحلة الرابعة أنه حتى الحرارة الأساسية تبع الجسم راحت أو بدت تنقص. هذه نلاقيها في أعراض، في أعراض عند كبار السن. هنلاقيها أن المريض عنده جفاف في الفم، خمول شديد، خمول شديد شديد جدا، وتعب لكن ما يقدر ينام. ناس كبار، ناس كثير من كبار السن عندهم أرق. هنلاقيها آلام في الظهر، في الركبتين. نعم. هذه من ضمن النوع الرابع. هنلاقيها برودة في الأطراف. يعني هو عنده جفاف في الفم بس عنده برودة في الأطراف، وعنده برودة في الأطراف. تستغربين يعني جفاف في الفم معناها حرارة صح ولا لا؟ صح أنت قلتها. أي وبرودة في الأطراف، في أطراف الرجل معناها أن في برودة ما هي حرارة. فالثنين ما في الثنين ناقصين، البرودة الأساسية أو السوائل الأساسية والحرارة الأساسية في الجسم. هذه طبعا حالة صعبة تمام، لكن هذه ممكن تصوري هذا النوع هو الوحيد اللي ممكن تستخدمين الزنجبيل والقرفة والقرنفل كل الأشياء الحارة فيه. نعم. الزنجبيل، القرفة، القرنفل، الحلبة، هذا جدا ممتاز في هذا النوع. حلو. بس بشرط، وهذه مشكلة. أنا كنت بشوف بعض البرامج التلفزيونية بيقول لك استخدم زنجبيل، والثاني بيقول لك استخدم الحلبة والقرفة. طيب أنت ما سألت إيش النوع الموجود عنده؟ بيفرق يعني النوع بعد؟ طبعا. حلو. فهذا النوع الرابع كويس تمام، ما يصح أن نستخدم القرفة والحلبة والزنجبيل لحالهم، ضروري يكون في أعشاب معاهم باردة. ليش الأعشاب الباردة؟ مو أعشاب باردة، أعشاب مغذية لسوائل الجسم. نعم. يعني ما ينفع يكون بس أعشاب حارة. انت عارف دكتور محمد انت تتكلم يعني احس انك بتدخلني في محل كل اعشاب من جد متاهات. يمكن احنا سهوا يعني بناخذ بس نوع واحد وبنشرب، يعني بنسمع ان هذا مفيد وهو غلط. يعني المفروض ان نقرا اكثر او نتجه للمتخصصين يعني. وهذا المفروض انه بيصير، ان المفروض ان زي ما قلت في الحلقه الاخيره، حلقه المرميه، زي ما قلت في اخر الحلقه، قلت انه المفروض انه نعرف، عشان نعرف نستخدم الأعشاب ضروري نروح المختص. حلو. أو على الأقل نعرف طبيعة جسمنا. على فكرة إن شاء الله إذا كان في حلقة قادمة هيكون كيف نعرف طبيعة جسمي وكيف أختار نوعية التمر الخاصة فيني في رمضان. حلو. هذا إن شاء الله برمضان. تحركت الموضوع دكتور محمد وأنا كنا نتكلم عنه. إن شاء الله يعني في رمضان حيكون حلقة خاصة عن هذا الموضوع بإذن الله. كل واحد شنو بيناسب الجسم، التمر المناسب للجسم. للجسم إن شاء الله. طيب هنستخدم في الأعشاب، في أعشاب مع القرفة والحلبة والزنجبيل مثلا، هنستخدم معها الرحمانية. حلو. هنستخدم جذور التين. جذور التين والرحمانية، عشبة الرحمانية، هذه كل موجودة. موجودة. نعم. نستخدم البوبوني برضو، بعض المحلات موجودة في جدة. نعم. أنا متأكد موجودة في بطاطا اليام. حلو. وفيه عشبة الذهب الأصفر، هذه ممكن تكون موجودة في بعض المحلات مر بس قليلة، مع أنها جدا ممتازة وجدا مهمة. حلو. طبعا في نوع خاص أو مع النوع الرابع، هنلقى مع النوع الرابع تراكم في الفليم أو البصاق. يعني. بس تراكم داخلي. نعم. هنلاقيها مع مين؟ مع تجلط في الدم. هنلاقيها مع مين؟ مع مرضى الغرغرينة، اللي بيعانوا من الغرغرينة، اللي بيعانوا من الغرغرينة أو القدم السكري. وهنلاقيها في نزيف في شبكية العين. هذه من أعراض أو من تداعيات مرض السكر. طبعا تداعيات مرض السكر كثيرة ما قدرت أكيد. صحيح. ما راح نقدر نحصرها. نعم. في نعم يعني وما شاء الله المستمعين يعني عبر الهاتف وأيضا مسجات يعني نحب أني أخذها. بس بشكل سريع خلينا نتكلم عن التغذية العلاجية، هل في لهم تغذية علاجية مرض السكر أيضا دكتور ممكن نفيدهم فيها؟ هي ممكن في من ضمن التغذية العلاجية الخيار المر. هذا نوع من الخيار عبارة عن جسمه غير خشن، غير الخيار اللي احنا غير الخيار العادي. هذا بيستخدمونه في بنغلاديش، في بورما، في الصين. حلو. في الهند بيستخدمونه زي الكوسة مع الإدام. هذا جدا ممتاز. نعم. طعمه بس مر شوي.
هذا جدا ممتاز، لونه أخضر فاتح مو أخضر غامق مثل الخيار العادي، هذا جدا ممتاز ممكن يستخدم كإدام، هذا جدا بينقص مستوى السكر في الدم. في النوع الثاني اللي هو بطاطا اليام. بطاطا اليام أنا عندي دكتورة نوع من أنواع البطاطا طعمها روعة مثل البطاطا العادية بس ما بتسبب زيادة في السكر، بالعكس بتنقص مستوى السكر في الجسم. هذا ممكن تستخدم على الإدام أو مع الرز، تمام؟ مشوي ممكن يأكلونها مشوية أو ممكن ممكن تأكلها مشوية أو مهروسة، بأي شكل من الأشكال ممكن تأكلها. أنا عندي دكتورة استخدمتها المريض حوالي 90 جرام تقريبا في اليوم، بعد فترة بطل يستخدم حبوب. ممتاز يعني حلو. بس أنا بس أنا بقولها لسه عندي احتياطات. لا. مو كل مريض ممكن يستخدمها ويقول أنا ببطل استخدم دواء السكر. صحيح. لا 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 صحيح. لا مو كل مريض. لا طبعا. فيه النوع الثالث اللي هو أو التغذية الثالثة اللي موجودة عندنا، الفاصوليا. حلو. البيضة الصفراء الخضراء السوداء الحمراء هذه كلها ممكن تنجمع وتسوى زي الشوربة. حلو. وفي الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات جدا ممتازة. ممتاز. هذا أولا أنها غذاء بروتيني ما في نشويات. الشيء الثاني أنه بتنقص مستوى السكر في الجسم. ممتاز. على فكرة هذه وصفة مهمة جدا جدا لأمراض الجلدية واللي عنون مثل الأكزيما كده. مثل الأكزيما مثل الأرتكاريا مثل الصدفية، بنقول له استخدم هذه الوصفة. هنخصص لهم حلقة حقيقة. هنخصص لهم حلقة إن شاء الله. أيها هذه تقريبا ممكن لها علاج بال بمشاتل. لا الصدفية بس معنا بس مالها بس لها مراحل. أنا قلتها في الحلقة يمكن السابقة واللي قبلها، صدفية ممكن تعالج بس لها مراحل في العلاج. لا يمكن اني اعطيها في حلقه او واحد يتصل علي يقول لي ايش علاج الصفيه اقول له كذا، زيها زي مريض السكر. مراحل بابتنا خير. مراحل. المهم يعني علينا بالخيار اللي قلت، المر والبطاطا اليام والفاصوليا بانواعها. والفاصوليا بكل انواعها تشربونها تاخذونها تمام جدا كإدام او كشوربه جدا ممتازه. نعم والله يشفيكم يا رب. عموما مستمعينا الكرام فاصل بسيط وراح نرجع نواصل معكم طبابه الف. اذكركم من موضوعنا اليوم عن علاج مرض السكر بالطب البديل، اللي حابين يتواصلون مع الدكتور محمد سعيد الحاصل على الدكتوراه في الطب البديل عبر الاس ام اس 84770 لمشتركين الاس تي سي و 640660 لمشتركي موبايلي، وايضا بالنسبه للمشتركين زين على 0746262، وللتواصل المباشر المجاني راح يكون على الرقم 02616100، وبالنسبه للهوت لاين على 700574999. نطلع فاصل ورح نرجع مع مسجاتكم ومع أيضا مداخلاتكم الهاتفية، فأبقوا معنا على هوا ألف ألف أف أم. طبابة ألف ألف العيادة المسموعة. طبابة ألف. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-574-999. لإرسال رسالة SMS STC 84770 موبايلي 640660 زين 746262. وعودة من جديد مع طبابتكم مع عيادتكم المسموعة طبابة تبيلة. والله في عندكم في الطب البديل علاج حق الكلاجات دكتور محمد. راح ناخذ أول مشاركة معانا لليوم، نقول ألو صباح الخير. ألو 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 صباح الخير. الاسم الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك أخوي؟ أبو يزيد من مكة. حياك الله يا أبو يزيد وحيا الله مستمعينا في الأراضي المقدسة مكة المكرمة. تفضل. الله يعطيك العافية. ممكن أكلم الدكتور؟ كل سرور. تفضل أخوي. الله يعطيك العافية. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير دكتور. حياك الله يا أبو يزيد. حياك الله. الله يرضى لي عليك. أنا عندي الوالد دكتور معاه مرض السكر وعنده حساسية. وأنت ذكرت الفاصوليا بأنواعها. ما أدري الطريقة يعني جميع أنواع الفاصوليا وأسويها شوربة ولا كيف الطريقة؟ والله ممكن تأخذ مثلاً 10 جرام من ما أدري إيش الفاصوليا متوفرة في مكة حالياً تمام، لكن ممكن تأخذ الفاصوليا الخضراء مع السوداء إذا لقيت جدا ممتازة، مع الحمرة الصغيرة إذا لقيتها. الثلاثة مع بعض ممكن تأخذ من 15 إلى 20 جرام تعملها زي الشوربة. جدا ممتازة لمرض السكري واللي يعانون حساسية بسبب مرض السكر. حلو. جدا ممتازة. الوالد عنده حساسية بأسباب السكر. بأسباب السكر. جدا ممتازة. وعلى فكرة تعطي طاقة للجسم.
يعني هي من برضه من اللي تعطي الطاقة للجسم. هتلاقي أبوك شوية شو اسمه هذا بدأ يقدر يمشي بدأ يقدر يتحرك أكثر. نعم الله يعطي الصحة والعافية يا أبو يزيد وما نشوف شر الوالد. ونأخذ أيضا مشاركة جديدة معانا نقول ألو صباح الخير. ألو 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 نعم أسعد الله صباحك أخوي الاسم الكريم. أنا سلطان. حياك الله يا سلطان من وين؟ من الخميس. من خميس مشيط حياك الله تفضل مرحبا بك ألف. أنا أبغى أستفسر هذا أمراض السكر. نعم نتكلم عن مرض السكري. طيب عندي أنا الوالد عندي السكر مرة يرتفع مرة ينخفض ما أدري كيف الطريقة. مرة يرتفع مرة ينخفض ما أدري. رجعت مع الطبيب المعالج معه بالنسبة للحبوب؟ هل الوالد منتظم في استخدام الحبوب اللي كتب ليها الدكتور؟ لا هو يأخذ إبر. بياخذ إبر. طيب والله ضروري تراجع مع الدكتور نفسه الأفضل. تمام ما نقدر يعني. أنا قلت لك بالنسبة للعلاجات العلاجات موجودة عندك كويس تمام. الوالد كم له السكر معه؟ يمكن 20 سنة. 20 سنة يعني تقريبا من النوع الرابع. النار يعني تقريبا من النوع الرابع. ممكن يستخدم عشبة الرحمانية, ممكن يستخدم جذور التين وخمسة جرام قرفة أو 10 جرام قرفة مع 3 جرام قرفة مع 10 جرام حلبة. هذه جدا ممتازة كوصفة للوالد. وبرضه يراجع الطبيب المسؤول عن علاجه. نعم قدام العافية إن شاء الله. أخوي سلطان رح أخذ أيضا من المسجات سديم. أسعد الله صباحك حبيبتي سديم وإن شاء الله رح أخذ يعني الملاحظة في عين الاعتبار. أنا كان لي يعني محاولات مع الدكتور مندوح إن شاء الله حيكون ضيفنا في يوم من الأيام. أيضا صباح الخير يا دكتور أشكركم على البرنامج. ودي أخذ رأيك في ورقة شجر الزيون إيش رأيك فيها أو يمكن نقصد الزيتون. الزيتون أيوة علما أن عندي سكر في الدم والبول. أكرمكم الله أخوكم أبو روينة. بالنسبة للزيتون برضو كويس بيخفف الحرارة اللي في الجسم ورق الزيتون. بس كشيء ينقص السكر ما له علاقة كثير. نعم طيب رح ناخذ مشاركة جديدة معنا فيصل من جدة. فيصل فيصل حياك فيصل تفضل سؤالك. أنا عبيد السكر من الدكتور أنا ما عندي سكر. سلامات. نعم سلامات أخ فيصل. الله يسلمك. عندك سكر من كم سنة أخ فيصل؟ سنتين. كم عمرك؟ عمري 20. كم؟ 20 سنة. 20 سنة يعني أنت من النوع الأول؟ من النوع الأول. إيه من النوع الأنسولين. أيوة من النوع الأول. طيب أخ فيصل الأعراض اللي عندك إيش هي؟ والله ارتفاع في السكر دائما كده. طيب بتحس انك متضايق, حرارة داخلية في الجسم, بتحس جفاف في الفم, عطش شديد؟ ايوه عطش شديد موجود كثرة التبول. طيب اخ فيصل بالنسبة للاعشاب انا قلتها في الحلقة لكن ممكن من النصائح الثانية ممنوع تستخدم ممنوع شطة, ممنوع قرفة. ممنوع شطة, ممنوع قرفة, ممنوع زنجبيل, يعني الحليب العدني ممنوع, القهوة بالعويدي ممنوع عنب ممنوع, إذا بتأخذ في الفواكه ممنوع العنب, ممنوع المانجا, ممنوع الأناناس, ممنوع الموز. والأرز أنا أستعمل الأرز كثيرة دكتور. يأكل موز واجد؟ لا هذا ممنوع معلش. الكاجو الأشياء المكسرات بصفة عامة هذه ممنوعة. ممنوعة بعد. إيه ممكن يستخدم من المكسرات نوع واحد اللي هو اللوز العادي. حلو. يسمونه اللوز الامريكي او حاجه زي كذا. نعم تقريبا وممكن تاخذ اشياء بارده في الثلاجه عندك مثل الخيار مثل الكمثرى. نعم شكرا لك انا دكتور. ابا مثلا اعشاب كيف الاعشاب موجوده؟ انا قلت الاعشاب في الحلقه نفسها. نعم ارجع لليوتيوب ان شاء الله في المساء راح تسمعها عشان اترك بس مساحه للاخرين. ديما من ابها. ديما السلام عليكم. وعليكم السلام هلا بك ديما حياك الله يخليك ان شاء الله. سؤالين الدكتور معكم. الوالد عنده حراره رتبه شديده مره وعنده سكر يعني من له يمكن 9 شهور يجي السكر. وأنا دائم عندي تعرق في يديني وكرم بالله الجوال إنه يغرق يدي.
مره عرق مره في يديني. بالنسبه للوالد عنده حراره اسفل القدمين؟ لا في كتوفه. في كتوفه؟ في اكتافه. فقط ما ادري ايش الاسباب، من السكر ولا من ايش. فقط. كم عمر الوالد؟ يمكن 95. 95، ربنا يعطيه طول العمر. امين يا رب. بالنسبه للوالد والله ما اقدر اقول لك يعني ايش عنده، ضروري فحص كامل للوالد. تمام. في بعض الحالات، في بعض الحالات انا شفتها تمام، انه مو بس يكون في اكتاف المريض، في بعض الحالات يكون في نصف المريض نصف حار ونصف الثاني عادي. نعم. يعني نصف الجسم. نعم. هذه كيف ممكن نعالجها؟ طبعا لها طرق علاجيه بالنسبه تعتمد على حاله المريض. بالنسبه للوالد برضو صعب، ما اقدر اقول لك. نعم. لكن بالنسبه للتعرق، تعرق اليدين، تعرق اليدين له سببين. السبب الاول كنا حراره داخليه في الجسم. لا 8 سنوات معي. 8 سنوات. 8 سنوات. كم عمرك اخت ديمه؟ 25. 25. لا انت ما انت شو اسمه هذا من نقص سوائل الجسم المغذيه، لكن في حاجتين. تمام. السبب الاول حراره داخليه في الجسم بسبب معليش اكلك للسبايسي فود او الحراق. نعم. مثل الشطه، مثل الفلفل، تبتعد عنها. يعني تبتعدين عنها بالكامل. نعم. هذا واحد. السبب الثاني تمام، حال التعرق اللي في اليدين، انه يكون بسبب كثره اكل الدهون او الشيء الدهني. مو ضروري الدهون، الدهون ممكن تكون الجبنه الصفراء، ممكن تكون الجبنه السائله، هذه برضو من الدهون. نعم. قدامك. نعم. شكرا لك يا ديما على مداخلتك. رح ارجع للمسجات ايضا. بقول اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. ارحب بالدكتور وسالي، هل هناك علاقه بين الرضاعه الصناعيه واصابه الاطفال بالسكري؟ ما عندي فكره. طيب. عموما اذكركم بارقام التواصل اللي حابين تشاركون معنا، حابين تطرحون اي سؤال على الدكتور محمد سعيد الحاصل على الدكتوراه في الطب البديل عبر الاس ام اس 847700 للمشتركين الاس تي سي، بالنسبه للمشتركين موبايلي على 640660 ومشتركي زين على 746262، وللتواصل المجاني معنا راح يكون على الرقم 02 61 61 100، وبالنسبه للهوت لاين على 700 5 749. اذكركم ان موضوعنا لليوم عن مرض السكري وطرق علاجه بالطب البديل. رح ناخذ مشاركه من طارق من مكه المكرمه. طارق. طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا طارق، تفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد بكل سرور، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. بس انا عندي في الالم في ال طيب فقدنا الاتصال مع طارق يا بسوم. طيب رح ناخذ ابو عبد العزيز. ابو فارس. ابو فارس. ابو فارس. ايوه ابو فارس. يا هلا بك يا ابو فارس. من السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك. انا عندي سكر ما ادري ايش العلاج له وكذا. نعم. حياك الله ابو فارس وسلامات. سلامات ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي. من اسلوبك يا ابو فارس لاحظت حاجه. تمام ابو فارس، عندك. أيوة. اكيد عندك حراره داخليه في الجسم لانك ايوه ايوه اكيد من طريقه الكلام. تمام، لانه مأثره معك حتى في طرح السؤال، في اسلوب طرح السؤال. ف في حراره داخليه. ايش في اعراض ثانيه؟ في طبعا زعل شديد ولا لا؟ ايش في سرعه زعل؟ يعني ممكن تزعل بسرعه. يا ابو فارس هذه صح، كلام صحيح مظبوط. طيب ايش في شيء ثاني يا ابو فارس؟ الاعراض الثانيه عندي حموضيه دائم تطلع لي حموضيه، اي حاجه كلها يجي عندي حموضيه. نعم. سلامتك. نعم. سلامتك. سلامتك. في مشاكل في الهضم يا ابو فارس؟ اكيد في والله، ما يعني ايوه مشاكل فيها. كم له السكر معك؟ والله لو يمكن يعني فوق 5 سنين كذا. 5 سنين. طيب يا ابو فارس كم عمرك؟ عمري فوق 50. عمرك فوق 50. ربنا يعطيك طول العمر ان شاء الله وبالصحه والسلامه. طيب اسمع الجواب. اسمع ابو فارس على الراديو. اسمعنا يا ابو فارس. شكرا يعطيك العافيه. الله يخليك يا ابو فارس. ابو فارس من انا قلت في حراره داخليه موجوده من اسلوب كلامه، الصوت المرتفع العالي تمام، سرعه الكلام، هذه معناها حراره داخليه. نشاط زياده على اللزوم. هذه كلها اعراض. هذه اعراض من نبره الصوت. لما يجي مريض يقول يا دكتور انا عندي كذا كذا، هذه معناها نقص في طاقه الجسم. نعم. يعني هو مو قادر يتكلم. نعم. ابو فارس طبعا هذا من النوع الثاني. بس بدات عنده كمان من النوع الثاني واثرت على، لانها حراره داخليه.
تبخرت سوائل الجسم فأثرت حتى على سوائل المعدة. نعم. فصار عنده حموضة، صارت في حرارة زيادة في المعدة. فمن ضمن الأشياء اللي ممكن يأخذها اللي هي أنا قلت عشبة القطيس، هذه خاصة أنها تشيل الحرارة من المعدة. حلو، جدا ممتاز. نعم. سوسو، صباح الخير يا سوسو. احنا بنتكلم اليوم عن مرض السكر وطرق علاج بالطب البديل. اذا عندك سؤال بسرعة يلا دزينا مسج، رح ناخذ ابو محمد من جدة وبعدين حنرجع لمسجاتكم. ابو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بك يا ابو محمد. طيبة. تمام، انت شلونك وشلون محمد؟ الحمد محمد. لله. الله يبارك. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد بكل سرور، تفضل. حياك الله ابو محمد، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، كيف الحال؟ الله يخليك ويرضى عليك. دكتور انا عندي سكر له حوالي 26 27 سنة. وطبعا أثر معايا في أشياء كثيرة. تمام، منها النظر، منها سبب لي جلطة، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. أيوه. وباخذ أنا حبوب طبعا بستعملها، وبس يعني في الفترة الأخيرة صرت عصبي ويعني كده، حتى من الأولاد في البيت أي أقل حركة يسووها لا بعصب عليهم، وزي ما انت عارف. طيب كم عمرك يا ابو محمد؟ 53 حبيبي. ربنا يعطيك طول العمر. اللهم امين انا يا رب. طيب ابو محمد، قلت لي السكر من 26 سنه. تمام. نعم. في اعراض ثانيه غير في ضغط؟ في ضغط، في ضغط برضه. اي في ضغط كمان. كوليسترول في، وفي عندي جاتني جلطه في المخ. لا حول ولا قوه الا بالله. وفي طبعا يعني ودوالي في الرجول، والحمد لله على كل. طيب بالنسبة للتحاليل الكلى كيف؟ لا الكلى آخر مرة كانت فيها بس رواسب. رواسب يعني البروتين الكلى اللي هو الكراتينين كم كان نسبة؟ لا لا طيب، بس هم قالوا لي فيه رواسب في الكلى. ممتاز. أكرمك الله. الموية ما بتنزل من الجسم. يعني إلا بس بحبوب در البول. أها. أي. اوكي ابو محمد. نعم. نعم، شكرا لك يا ابو محمد. نعم. قدامك العافيه. نعم. يا رب الله يشفيك. ابو محمد عنده اكثر من مرض والحاله معقده، ما نقدر نعطي يعني اعشاب او وصفه من غير ما ينشاف. ابو محمد له طبعا هو من النوع الرابع اللي قلنا اثر فيه اللي هو الجلطه بسبب بصاق. عاده الجلطه بتكون بسبب بصاق. تمام. فضروري. نعم. فضروري نعطيه وصفة حسب حالة المريض. نعم. الموجودة. نعم، أنا أطلبك أبو محمد وكل أيضا حابين يتواصل مع الدكتور محمد سعيد المتخصص في الطب البديل. بعد البرنامج حترك لكم رقم ما في الكنترول. رح أرجع المسجات. ضحى بشيخ من جدة بتقول المحلول المصنوع من المرة هل هو مفيد جدا عشان أستمر عليه؟ من المرة؟ إيش بتقصد اللي هو عشبة المر؟ أكيد أكيد دكتور، المرة ما بتستخدم في علاج السكر. طيب ما لها تأثير، ما لها تأثير مباشر. طيب أيضا ناخذ معانا بيقولون محمد العمري من الرياض صديقنا الدائم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك يا محمد، شلونك؟ معك صديق إذاعة برنامج ألف، هذا برنامج الطبابة. يا هلا فيك أخوي محمد، أنا جدا سعيدة بتواصلك الدائم أنك أحد أصدقاء طبابة ألف، وأشكرك على برنامج تقريبا هذا وفي الصباح ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. عندك سؤال يا محمد؟ حبيت أسلم على الدكتور طبعا، أشكر على المعلومات هذه. الله يسعدك. الله يخليك يا أخ محمد. وتونا ندري عن مرض السكر من 3000 سنة يعني. معلومات حلوة أعطانا إياها قيمة الدكتور محمد، الله يعطي ألف عافية. الله يخليك. أقول أيوة، حبيت أسلم عليك طبعا وأقول هل السكر له دور في مرض الكلى؟ هل يعني علاقة بينهم؟ طبعا. والبول السكري أيضا. البول السكري هو نفسه مرض السكر، لكن بالنسبة للكلى من تداعيات مرض السكر اللي هو فشل كلوي. وهذه دائما تجي بعد النوع الرابع. نعم. فمن ضمن الأشياء الكويسة من للحلبة للقرفة للزنجبيل للقرنفل أنها بتنقص السكر. لذلك بنعطيها في النوع الرابع، وأنها بتحمي الكلى أنها
يصير عندها فشل كلوي أو يصير فيها فشل كلوي. نعم شكرا لك أخوي محمد، شكرا على المداخلة. أيضا أحد الأخوان يعني لا ترسلوا لي أسماءكم مع المسجات لو تكرمتوا. بسأل عن الدكتور المتخصص في التأتأة أو التعثر في الكلام. بكرة إن شاء الله أترك لك في الكنترول، تقدر تتصل على الرقم المجاني 02-61-61-100 وإن شاء الله زميلتي ابتسام عزام راح تزودك أخوي بالرقم. أيضا الشرب اللي قالها الدكتور لأبو يزيد اللي بتعطي طاقة، يقول أبوي مريض بالسكر. هند من مكة، صباح الخير يا هند، اسمعيها عبر اليوتيوب يا هند إن شاء الله في المساء. أيضا أبو خالد بيقول أين نجد بطاطا اليم؟ والله بطاطا اليم هي مزروعة تزرع في حوض البحر المتوسط وتزرع في كذا منطقة في العالم، تمام، فهي موجودة بس قد تلقينا في سوبر ماركت أكثر. هي عبارة، نعم. عبارة عن ساق، مي هي عبارة عن ثمرة أو جذر زي البطاطا العادية. نعم. هي عبارة عن ساق بس جدا ممتازة. نعم. أيضا أحد الأخوان بيسأل سؤال، هو مش موضوعنا اليوم، إحنا كنا يعني ناويين أنا والدكتور محمد نخصص له حلقة لكن رح أقوله عشان إن شاء الله نأخذ الأجر وأيضا وكل مستمعين يستفيدون. بيقول أنا زوجتي ما حملت من 3 سنوات والدورة غير منتظمة وتتوقف بعض المرات لستة أشهر. السبب تكيس في المبايض. إيش علاجه يا دكتور؟ وقلت في علاج، كيف أقدر أتواصل معك؟ الله يرحم والديك. أنا رح أترك أخوي رقمه في الكنترول إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لتكيس المبايض هذا، أنا على فكرة وعدتك أكثر من مرة لكن عشان الموضوع جدا ما يحتاج له أكثر من ساعة، صحيح، فأنا بحاول إنه في خلال الفترة القريبة الجاية إن شاء الله إني أتكلم عنه. هو إن شاء الله. هو والذبة الحمراء إن شاء الله بإذن الله. بمشيئة الله إن شاء الله. نأخذ معنا طارق من مكة. طارق. السلام عليكم. يا هلا بك أخوي طارق. وعليكم السلام، تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد بكل سرور. تفضل أخوي. صباح الخير دكتور، واشكركم على البرنامج هذا وعلى نصايحك الممتازه حقيقه. الله يخليك اخ طارق، الله يخليك. دكتور انا عندي مشكله، انا تعرضت قبل كده ل جلطه في المخ عام 1427 تعالجت منها وتسببت لي الجلطه هذه في التهاب في انسجه سحايا المخ. حول ولا قوه الا بالله. ايوه تمام. طبعا في لا طبعا الحمد لله تعالجت، في بعض الاثار اللي هو ضعف البصر نوعا ما يعني زي ما كان في السابق، لكن الآن يعني لما أجي أنام على الجنب اليمين أو على الجنب اليسار صعب التنفس تماما، إلا لازم أنام على الظهر فبيكون صعب التنفس يعني تماما يعني. فما أدري إيش تنصحني بي يعني. والله أخ طارق ممكن تعمل إبر صينية. حلو. أنا ما أفضل أنك تأخذ أعشاب. إبر صينية جدا ممتازة في هذا المرض بالنسبة لك. ممكن أعمل لك إياها أنا. نعم. تمام. طيب وكيف ممكن اتواصل معك؟ والله يا اخو رقمي عند في الكنترول. نعم في الكنترول ان شاء الله راح يعطونك الرقم. طيب اذكركم بارقام التواصل اللي حابين يتواصل معنا عبر الاس ام اس. اليوم موضوعنا عن السكر وعلاقته او طرق علاجه بالطب البديل. اللي حابين تشاركوا معنا من مشتركين الاس تي سي على 84770 ومشتركي موبايلي على 640660 وزين 7462622 والتواصل المجاني معنا راح يكون على الرقم 02-61-61-100 وبالنسبه للهوت لاين على 7005-7499. رح ارجع المسجات. حنان الشهري يسعد لي صباحك يا حنونه، وانا جدا سعيده صباح الظهر، صباح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والفجر بعد، انا جدا سعيده بمسج حضرتك. ايضا احد الاخوان بيقول الوالد عنده سكر وعنده نشوفه شديده في الفم وحراره داخليه. ما هذا تقريبا طالما ان الوالد يعني شخص كبير في السن فاتوقع انه في النوع الثالث. هتلاقي برضو حرارة في اليدين وأسفل الرجل. نعم. وفي اليدين هذا هتلاقيها موجودة معه. نعم. أيضا هل المرض السكر له علاقة بالسمنة سارة من وادي الدواسر؟ أكيد. نعم. مرتبط ارتباط كبير. نعم. رح ناخذ أبو عبد الإله من رفحة، من مستمعينا، من أحد مستمعينا في الشمال. حياك الله أخوي. ألو السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. أنت شلونك؟ أكلم الدكتور. أكيد بكل سرور، تفضل. يا هلا بك. مساء النور. ما ادري انا معي سكر من 15 سنة. ايوه. ومعي تنمل بالقدمين وبروده. كم عمرك يا ابو عبد الله؟ والله عمري 35. كم؟ 35. 35 فقط. ايوه والله. يعني انت عندك من النوع الاول. استخدم الانسولين انا. اي تستخدم الانسولين يعني من النوع الاول. السكر النوع الاول. نعم. بتقول لي في تنمل وفي بروده. تنمل زي الوقت
اخذ الاوبر كذا في القدمين. ايوه في بروده. وفي بروده بالاطراف. طيب يعني في نشفان في الفم عطش. في نشفان. أيوة. في صعوبه في التنفس بعد. وصعوبه في التنفس. اي والله وقت اثناء النوم كذا احس افمي ينشف. طيب لو سمحت في اليد راحت اليد في حراره او بروده؟ والله الحراره بس في القدمين من تحت. واليدين ما فيها اي لا شيء؟ لا ما في شيء. اها طيب اعراض ثانيه؟ ما في شيء الحمد لله. النوم كويس ولا لا؟ النوم والله كويس وفي تعرق معي اثناء النوم. في تعرق اثناء النوم. ايه. طيب كويس. هذا سؤال وحاله جدا انترستينج او مثاليه جدا ممتازه. طيب اسمع الجواب يا ابو عبد الله. اسمع عبد الرازق بدامك طيب. العافيه يا رب. بالنسبه قال فيه عنده تعرق في النوم هذا من النوع الثاني قلنا صح ولا لا؟ في تعرق في النوم تعرق شديد في النوم لكن في بروده في اسفل القدمين هذا من النوع ايش؟ الرابع. نعم. المريض عمره 35 سنه لا يمكن يكون من النوع الرابع. النوع الرابع هذا كبار في السن. طب كيف هو مصاب فيها دكتور؟ هذا ما هي مصاب فيها، هذه عبارة عن حرارة داخلية بتحجز بعيدة. بتحجز حتى الدم انه يوصل للأطراف بشكل كويس. نعم. فيدفي الجسم. يعني الحرارة موجودة داخل الجسم بشكل عالي، تمام؟ بتحجز حتى الدم انه بيوصل بكمية كافية للأطراف السفلية في الرجل فتسبب له برودة. نعم. هذه من النوع الثاني، مو من النوع الرابع. أه. كذا طبيعة الجسم طبيعة جسمه النوع الرابع فمن النوع الثاني فياخذ أعشاب النوع الثاني جدا ممتاز. نعم. طيب راح نرجع المسجات. محمد البيشي أسعد الله صباحك أخوي محمد والله يكفيك شر الأمراض يا رب يكفين ويكفي كل المستمعين اللي بيسمعونا. أيضا ناصر الغامدي صباح الخير يا ناصر. بيقول هل البصاق بيسبب جلطة؟ طبعا بيسبب. هو طبعا يعني إيش الجلطات؟ الجلطات عبارة عن بصاق. على فكرة الجلطات الدزنس او اللي هو الدوخه الدوخه اللي تيجي مع البني ادم دائما بدوخ وبدون سبب او نعم. ما في لها سبب معين هذه بسبب البصاق. بسبب البصاق. بصاق داخلي بيكون. حتى على فكره في امراض صعبه جدا مثلا فشل الكلى بسببها. فشل الكلى ايضا بسببها. نعم. راح ناخذ مين معنا؟ عبد الله من جده. عبد الله هلا والله. هلا بك زود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا عمسة. الحمد لله تمام. انت شلونك؟ اخبار الدكتور طيب؟ الله يسلمك حياك الله اخ عبد الله. الله يبقيك ان شاء الله. دكتور انا حاب يعني اتطرق على موضوع يمكن ما انتبهتوا له او تطرقتوا له. حياك الله تفضل. طال عمرك من اعالجه امراض السكر الرياضه والمشي في الرمله. اعتقد عندك المعلومه ذي. الرياضه ايوه والمشي في الرمله المشي حافي القدمين حل حافي لما يمشي حافي بدون يعني الله يكرم السامعين شبشب او شيء. حتى في الصين اخترعوا جهاز لعلاج السكر. جهاز يوضع تحت يوقف عليه المريض ويتحرك الجهاز بحيث انه كانه رمله. بحيث انه ما يطلع برا البيت في الرمله ويمشي في الرمله وفي الشمس. معلومة ممتازة أخ عبد الله. معلومة ممتازة. أنا دارس في الصين ماجستير ودكتوراه وتخصصي في مرضى السكر وللأسف ما بعرف الجهاز هذا لكن معلومة ممتازة وأنا راح أشوف. وأنا سعيد بالمشاركة. الله يسعدك. وأنا برضو سعيد بالمشاركة هذه. كلنا نستفيد منها على فكرة. أنا بستفيد أنكم مرة ما تطرقتوا للرياضة والمشي والكلام. لا أخ عبد الله الرياضة والمشي هذا شيء إحنا بنتكلم على أشياء جديدة. بالضبط عبد الله. احنا ما تكلمنا حتى عن تعريف السكر. صحيح. احنا السكر يعني موجود على اليوتيوب قد تطرقنا له وتكلمنا عن الرياضة وعن اشياء كثيرة بس احنا بناخذ السكر من زاوية مختلفة جدا من الطب البديل. بس احنا جدا سعدنا بمداخلتك مشكور على هالمعلومة والله يجزاك خير. في زي ما تقولين عملية واقعية قدام عيني. انا اعرف انسان نعم. تمام متين جاهز سكر وتخن الانسان لدرجة غير طبيعية. تمام. قابله الرجال قال له تبعد علاج؟ قال لي ايوه. قال له شفت راعي الجمال هذه؟ قال له نعم. قال تطلع معها الصباح ولا ترجع الا المغرب معها وكل اللي ياكل ويشرب اللي يشربه. والله خلال 90 يوم رجع انحف من العود ما شاء الله. ورجع راح الدكتور راجع الدكتور تفاجئ الدكتور ما عنده سكر كان 400 وشويه. نعم.
نعم شكرا لك اخوي عبد الاله. نبغى نترك الدقائق المتبقى للمستمعين ايضا. الله يعطيك الف عافيه على المداخله ابو تميم. طب راح اخذ ايضا مسجات. احد الاخوان مسفر بيقول والله وين دكتور عيادتك ابو بجيك حتى لو كنت على سطح القمر. راح اتصل على الكنترول وراح اقول لك مكانه. ايضا كثير بيسالون عن موقعك دكتور. راح اخذ ابو احمد بيقول انا وزني 105 وعمري 29 سنه مدخن. ارجوك اقنعني بسوء التدخين. في عندنا حلقه رائعه مع الاستاذه نجاة البار على اليوتيوب اسمها عن التدخين. عفوا معلش دكتور بس عشان ناخذ. يقول مع السكر وكمان انا مطنش السكر لا حول ولا قوه الا بالله وما اهتم بالادويه. بيقول اخر تحليل كان 237 مفطر وايام 320 بس ما احس باي اعراض او مرض والحمد لله. يقول متزوج. مو ضروري اخ عبد الله. ابو احمد ضروري تستخدم ادويه السكر. ضروري. نعم. ضروري جدا. نعم. وفي ايضا مسج جدا مهم دكتور محمد بيقول عندي قريبي عمره 5 سنين ولا خمس عمره 5 سنين وفيه السكر وفي ايضا حساسيه القمح واخذناه في اكثر مستشفيات في الاردن وقالوا بس تسوي له حميه. ايش رايك دكتور؟ خليني اشوفه. ما صعب لازم تشوفه. طيب ناخذ المشاركه. بتسام تقول ابو تميم معانا على الخط. ابو تميم أيه مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو تميم قدامنا دقيقة الله يرضى عليك. تفضل. لا سمحت يا دكتورة أنا عندي الوالدة عندها التهاب في أسفل المريء. هذا التهاب يسبب لها ما تقدر تشرب مياه دافية ولا مياه حارة ولا مياه باردة. تخلي المياه تفتر وضعها الطبيعي وتشرب. فأحيانا يصير معها سخونة في الحلق. سويت لها منظار قال لي هذا التهاب في أسفل المريء. عطاها علاج الآن 3 سنوات وما كانت سر ولا تحسنت ولا حاجة. فقالوا هذا علاجها. حافظ على نفسها من الزيوت وإن شاء الله طيبة. فما حبيت أني طيب هنتكلم عن هذا الموضوع بشكل بالتفصيل. يبي له شكل مفصل. ابغى بالتفصيل. نعم انا اعتذر ابو تميم ان شاء الله بس خليك معنا على السمع واوعدك ان شاء الله الدكتور محمد راح ياخذ هذا الموضوع بشكل مفصل. اما للاسف الوقت داهمنا جدا. انا جدا سعدت بتواجدك معنا اليوم دكتور محمد. يعطيك الف مليون عافيه. الله يخليك اخت امين. عموما استمعنا الكرام كان معي على مدى ساعه كامله الدكتور محمد سعيد الحاصل على الدكتوراه في الطب البديل. كل اللي بيسالون عن الدكتور محمد بعد البرنامج يعني خلاص ابدوا الحين اتصلوا على 02-61-61-100 رح نعطيكم مكان تواجد الدكتور بعد الأخبار طبعا رح نعطيكم رقم الدكتور محمد سعيد تواصلوا معه. أشكركم كلكم من أعماق قلبي كل اللي تواصلوا معي سواء عبر الاسم اس وعبر النج. هل في حل حمود ثاني؟ جميل. كثير من الأطفال اللي عندهم تشنجات وبيكون عندهم أحيانا نوبات من الصرع بتأثر عضلات العينين وبيصير عندهم حول. نعم. احنا طبعا ما بنتدخل بعلاج الحول هذا الا لما نتأكد انه الطفل صحة الطفل تحت السيطرة، التشنجات تحت السيطرة. نعم. تعالجت بشكل كامل بالأدوية وبعدين نعمل لهم عملية تصحيح الحول اذا استمر. نعم. موجود. عموما الوقت داهمنا. شكرا لك دكتور احمد. انا سعيدة بتواجدك اليوم. يعطيك الف عافية. انا اشكرك اختي امينة وشكرا لإذاعتكم المحترمة. عموما مستمعينا الكرام كان معي على مدى ساعة كاملة الدكتور أحمد البطل استشاري أمراض وجراحة العيون وزميل الأكاديمية الأمريكية لجراحة عيون الأطفال والحول ومدير أيضا مركز البطل لطب وجراحة العيون. وكان موضوع حلقتنا لليوم عن علاج الحول بين الجراحة التقليدية والمجهرية. أشكر كل اللي تواصلوا معايا خلال هذه الساعة من طبابة ألف سواء عبر SMS وعبر مداخلاتكم الهاتفية الرائعة والقيمة وعبر أيضا حسابي في تويتر. إن شاء الله راح يتجدد تواصلي معكم بمشيئة الله تعالى غدا في تمام الساعة 8 صباحا من صباحك ألف. إلى ذلك الوقت دمتم بألف صحة وألف عافية وفالكم طيب.